حياكم الله مشاهدينا الكرام متابعي قناة اليوم الفضائية وحلقة جديدة من برنامج الوسم. أنا كرار حباب، فاصل قصر وفقرة فيس تو فيس، خليكم ويانا لحد يروح بعيد. أهلا وسهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في فقرة فيس تو فيس، حيث الأخبار والمواضيع والأحداث والترندات المحلية والعربية والعالمية اللي دائما ما تكون موجودة في برنامجنا برنامج الوسم، ولا مواضيعنا وأحداثنا في هذه الفقرة. هو موضوع مهم جدا، بدأ يعني الوقت الماضي والحالي يعني ينتشر بصورة كبيرة جدا، وخاصة الأيام القليلة اللي مضت. يعني الموضوع ترند في مواقع التواصل الاجتماعي، ترند في فيسبوك، ترند في تويتر، ترند في انستغرام، وين ما تروح لأي برنامج زين، ويعني فقط يعني مو فقط مواقع التواصل الاجتماعي، حتى في القنوات والمواقع والأخبار وكل المواضيع والأمور، ألا وهو موضوع الانتشار الأمريكي في العراق. بالتحديد هذه الأيام بدأت تنتشر فيديوهات يصوروها المواطنين، يصورها المارة زين، الناس اللي تصادف هذا الشيء زين، اللي رايح الدوام، اللي رايح الشغل، اللي قريب على بيته، بدأ يرصد ويصور هذه الأرتال العسكرية اللي جاي تجي من 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 أماكن مجهولة زين. احنا كنا نعرف انه اكو قواعد لأمريكا في العراق، طبعا أمريكا بلد محتل يعتبر، فاحنا ندري انه اكو قاعدة عين الأسد، قاعدة مدري منو، قاعدة مدري منو زين. بس بالفترة اللي مضت جاي نشوف انه اكو تحرك، يردون نشوفهم عندهم شيء، يردون يسوون شيء، ما نعرف، جاي ينقلون من مكان الى مكان، ما نعرف. البعض يطلع باخبار وبتصريحات يقول انه هذا العدد اكثر من عدد احتلال العراق ب 2003، بعض الاخر يقول لك الموضوع طبيعي وهاي كل سنه يتبدلون ويصير تغيير وغيرها زين. المشكلة احنا جايين عن انه عدم التوضيح من الجهات الرسمية، الجهات المعنية بهذا الموضوع. اذا كان الموضوع طبيعي فهذا الموضوع طبيعي، اذا كان الموضوع بابعاد اخرى هذا الموضوع كيت وكيت السالفة، حتى المواطن يفتهم يعني، بخلونا احنا بالصورة نفهم المواطن زين. لذلك هذا موضوع الانتشار الامريكي في العراق وخصوصا بغداد وباقي المحافظات، يعني بدأ يشكل خطر على المواطن العراقي، لانه احنا مثل ما تعرفون احنا اليوم في بلد مقبلين على تطور، مقبلين على نهضه جديده من يعني سياسيه، اقتصاديه، امنيه، كثير من الامور، رياضيه، ثقافيه، كثير من الامور. يعني احنا اليوم كنا نعاني من الحروب والحصار والمعارك مع داعش الارهابي القذر وغيرها من الامور، فاحنا اليوم بدينا نستعيد عافيتنا، بدينا مثل ما يقول نلملم اشتاتنا من جديد وننهض، يرجع لك يطلع لك موضوع هيك صفح وماكو اي توضيح، ماكو اي احد. طبعا انا بالمناسبه راح اشوفكم هسه صور من فيديوهات، صور من فيديوهات مختلفه، وحده فيديو في بغداد، فيديو في المحافظات، يعني صور مختلفة. مثلا هذا مواطن جاي يمشي واقف بازدحام، شاف رتل عسكري أمريكي صوره، أيضا هذا فيديو صورة أخرى أيضا زين. ما أعرف يعني أنتوا الأمريكان اشتردون توصلون لنا رسالة مثلا، يعني أنتوا شفتوا لما نجيتوا ب 2003 واحتليتوا العراق، شفتوا أنه الصغار قاموا يحاربوكم قبل الكبار، شفتوا يعني العراقيين يعني بيطلع بسلاح يحاربكم، وشفتوا من داعش اجا ودخل للعراق ناس مواطنين بفتوى من سماحة المرجع الأعلى السيد علي السيستاني، فقط قال انه جهاد، خلاص طلعوا الناس قبل القوات الأمنية، طلعوا واشتركوا وصاروا ويا القوات الأمنية ودافعوا عن الأرض وعن العرب. انتوا اليوم شو يعني مثل تردون من جديد؟ عندكم مواقع واهداف في العراق، لو هو مجرد استعراض تردون تستعرضون مثلا عضلاتكم؟ هي هيتل وشنو غير بلد وبسياده؟
والشعب اليوم الشعب صار واعي مو مثل قبل، ما تمر علي هاي الفرارات مالاتكم مال بايدن وقبل ترامب وقبل اوباما ما ادري شو اسمه وقبله وقبله وبوش القذر. يعني الشعب العراقي اليوم نضج وقام يعرف وقام يشوف ويحلل ويتابع ويتابع حتى الصحف والمجلات العالميه يعني، ويعرف شنو القصد من وراء هذا الامور. بس هذا الانتشار احنا لحد الان ما جاي نعرف السبب شنو. زين هسه هاي مثلا بالسيطرات اللي 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 يعني في مداخل ومخارج بغداد، هاي انتشار مبهم ما نعرف شنو. يعني هاي الصور هاي بالموصل بالمناسبة، هاي الصورة بالموصل قبلها على يعني مداخل بغداد، واللي قبلها بصلاح الدين، واللي قبلها ببغداد، يعني صور مختلفة من الانتشار. هذه الصورة أيضا على طريق أعتقد هاي في كركوك. زين ومثل ما تعرفون اليوم ماكو شيء يتستر عليه لو ينضم. يعني هاي الفيديوهات كلها ترى بتصوير مواطنين جاي يسوق شافهم طلع تليفونه وصور، يتمشى بالشارع شافهم طلع تليفونه، ماكو شيء ينضم. اليوم احنا في عصر حديث، يعني بال 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 بالسنوات اللي راحت اكو شغلات انتو سويتوها البعض ما شافها، اللي ارتكبتوه بحق الشعب العراقي من ظلم وقتل وتعذيب وكثير من الامور، هاي البعض ما شافها. البعض خلينا نقول البعض، لان هو العالم كله يدري شنو اللي جاي يصير داخل العراق في السنوات اللي مضت، ولكن ما يعرف بالتحديد شنو اللي صار. اليوم انتو ما عرف تردون تستعرضون علينا، تردون تشوفون قوتكم، ما نعرف شنو الغاية من هذا الموضوع، ما نعرف لحد الآن. طبعا احنا حاولنا نتواصل ويا الجهات المعنية على مود نوضح للمواطنين هذا الموضوع، ولكن ما كانت اكو استجابة. وايضا راح نضم لنا في اتصال هاتفي بعد قليل محلل ايضا امني وخبير امني وعسكري لنتحدث اكثر عن هذا الموضوع، انتشار كثيف من قبل القوات الامريكية في العراق. ما اعرف مخرجنا اذا الاتصال جاهز او لا، طبعا لما نكمل ان شاء الله نحاول نتواصل. يعني انتشار الغاية منه ما نعرف شنو الغاية منه، لا هي لا هو استعراض مثلا عسكري جاي يستعرضون عضلاتهم يبرزون عضلاتهم علينا. زين كثير من الاخبار اكو اخبار تقول انه هو استبدال للعناصر والافواج اللي عندهم، اكو خبر يقول نقل من مكان الى مكان، وجاي نشوف انه اكو يعني آليات جاي تنقل وتحمل الدبابات والمدرعات والما اعرف شنو. زين هذا شنو يعني شو جاي تحدثون مثلا ابدي جاي يسوون المعداتكم العسكرية؟ لا نفتهم. اليوم المواطن في حيرة من امره، شنو الموضوع اللي جاي يصير؟ ما جاي نعرف. زين لغاية الان على العموم انا اشوف انه هذا الموضوع من 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 وجهة نظر شخصية انه هذا موضوع يعني امريكا تريد تسوي لها فد بلبلة جديدة يعني، بس هي ما راح تقدر يعني، تريد تلفت الانظار حول شيء معين، تريد تبرز اكثر، بس اعتقد انه ما راح تقدر لانه العراقيين يعني خلاص بعد لا الجيش العراقي راح يقبل ولا الحشد الشعبي راح يقبل ولا الشرطة العراقية راح تقبل ولا كل الفصائل العسكرية راح تقبل انه يصير هيك شيء بالعراق مجددا، خصوصا هذول المحتلين، هذول اللي ما خلوا بلد ما نهبوا خيراته، ما خلوا بلد ما اساءوا ودنسوا ارضه، ما خلوا بلد ما باقوا فلوسه وباقوا نفطه وباقوا كثير من الامور. طبعا اتصالنا جاهز، يعني راح ينضم لنا الخبير الامني والعسكري الاستاذ عدنان الكناني. حياك الله استاذ عدنان. حياك الله وحيا جميع مشاهديك الكرام. استاذ عدنان، بحسب وجهه نظرك يعني
اللي صوت متقطع، ممكن متفضل؟ نعم، إذا تسمعني حاليا هسه الصوت واضح؟ اي اسمعك، نعم. اسمعك واضح ان شاء الله. حسب تحليلك للوضع الراهن حاليا، الانتشار اللي جاي يصير للقوات الأمريكية في العراق، في بغداد وباقي المحافظات، شنو اللي جاي يصير حاليا؟ هل فعلا اكو عملية استبدال؟ هل فعلا اكو عملية نقل؟ أو هو انتشار طبيعي؟ حدثنا عن هذا الموضوع. اولا احنا يعني منذ 2011 بعد انجلاء القوات الامريكيه من الارض العراقيه ما شاهدنا هكذا تحركات بهكذا مستوى. يعني كانت المفاوضات ضمن اتفاقيه سوهو، اتفاقيه ذات الاطار الاستراتيجي، في منتصف 2009 تنسحب القطاعات القتاليه من المدن والقصبات الى المعسكرات، ونهايه 2011 تنسحب القطاعات القتاليه من ارض العراق. زين. وتبقى فقط على قوات مستشارين ومدربين. وهذا ما حصل. بعض المدربين لديهم شركات أمنية تحميهم، بعض المدربين لديهم قوات من الدلتا تحميهم، لكن عموما وجود تحركات عسكرية داخل العاصمة بغداد أو داخل المدن ما شفنا أي تحركات. فقط عندنا الخط الرابط بين الحدود الكويتية وتحديدا ضمن منطقة جريشان باتجاه الطريق الدولي إلى قاعدة عين الأسد. هذا الطريق سالك بعض الأقطار العسكرية وبعلم حكومي، لكنها هي تدخل أقطار وتخرج دون موافقات حكومية، على اعتبار أن المنفذ يعتقدون أنه هو هبة من أهلهم، لذلك يتحركون دون موافقة أي سلطة حكومية. أخير، نعم أستاذ عدنان، حسب تحليلك وخبرتك، التحركات الأخيرة، نعم، هم قالوا أنه هنالك تحركات لغرض استبدال القطاعات العسكرية ضمن حدود منفذ جريشان، يعني تسلك الطريق الدولي اتجاه الحدود الكويتية على القاعدة الأمريكية المتواجدة من الأراضي الكويتية. لذلك تحدثوا بهذا الخصوص وقالوا أن ليس لدينا نوايا عسكرية وليس لدينا عمليات عسكرية ضمن الحدود العراقية، لكنه الحدود العراقية السورية مؤمنة وسنقوم بحمايتها ولا نسمح تحت مسمى التنظيمات داعش الإرهابي من اجتياح الحدود العراقية، الحدود السورية باتجاه الحدود العراقية. يعني تحدثوا عن غلق الحدود العراقية السورية، وهذا اللي تحدثوا ظاهريا هو الحقيقة يبحثون عن غلق الحدود العراقية السورية وتحديدا منفذ أبو كمال، لأنه لديهم اعتقاد أن الهلال الشيعي ممكن أن يشكل خطر على الكيان الصهيوني، وربما يريدون أن يستفردوا لبنان وكتاب حزب الله لبنان. يعني غلق الحدود العراقية السورية ثم غلق الحدود السورية اللبنانية، وبالتالي إشعال الشارع اللبناني بحرب لبنانية هدفها هو خدمة الكيان الصهيوني وتأمين الكيان الصهيوني من خطر الذين يعتقدونهم على الأبواب وشيك من حزب الله تنظيم لبنان. زين، الحكومة العراقية اليوم شنو دورها بهذا الموضوع؟ عندها معلومات عن هذه التحركات؟ لا نزلت بيان، لا حكت مع الحكومه الامريكيه، لا تحدثت، لاكو يعني صار كلام دبلوماسي، شنو دورها اليوم الحكومه العراقيه؟ شوف عزيزي، هذا واجب العمليات المشتركه، يفترض انه حينما تكون هنالك تحركات امريكيه سواء كان بالارض او بالجو يكون شعار العمليات المشتركه لغرض استحصال الموافقات للعمليات المشتركه، خوفا من ان يكون هنالك تصادم بين قوات عسكريه وبالتالي ربما يحدث ارتباك أو يحدث قتال بين يعتقدون بين الصديقين. لذلك يفترض أن تكون أي تحركات القوات الأمريكية هنالك إشعار للعمليات المشتركة، وخصوصا العمليات المشتركة ظاهريا تقاد من قبل الحكومة العراقية، وقائد العمليات المشتركة هو القائد العام للقوات المسلحة، ونائب قائد العمليات المشتركة هو الأخ الكريم الفريق الركن قيس المحمداوي، هو يمثل القائد العام للقوات المسلحة. لذلك يفترض ان يكون هنالك اشعار، وهذا الاشعار يعمم على القطاعات العسكريه بموجب برقيه كي لا يكون هنالك ربما بعض الاخطاء العسكريه. لكنه الاستهانه الامريكيه بالقدرات العراقيه وبالجيش العراقي وبابناء القوات المسلحه العراقيه وصلت مرحله يعني الى درجه انه لا تطاق. لذلك لا يشعرون لا العمليات المشتركه ولا القطاعات العسكريه ولا قيادات العمليات للمحافظات. هو يفترض ان يكون هنالك اشعار للعمليات المشتركه، والعمليات المشتركه بدورها توزع الى قياده عمليات المحافظات، كل محافظه حسب الاختصاص. زين، اعتقد يعني خطا كبير وتجاوز على سياده أكيد. العراق من قبل القوات المحتله. اخيرا اريد اسالك سؤال اخير استاذ عدنان، البعض تحدث عن وجود اهداف يردون القوات الامريكيه انه
يصفون او يسوون هذه المواضيع في ممكن العراق. ممكن ممكن شوية الصوت، لأنه صوت البعض، انقطع يوصلني. نعم البعض تحدث عن وجود اهداف داخل العراق، داخل بغداد، اهداف للقوات الامريكية تريد تنفذ هجوم عليهم. اكو هيك موضوع ممكن؟ يعني افتهمت انها تتحدث على انذار في لا، بغداد. اهداف، اهداف عندهم اهداف معينه يردون يصفوها لا داخل. لا 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 بحكي لك اياها حقيقه، وهذه من خلال قراءه وانا اقولها، اعتقد يعني ان شاء الله اكون صائب بقراءتي. الاداره الامريكيه لن تصطدم حاليا مع القوات الامنيه او القوات المدنيه العراقيه، لا في أبدا. بغداد ولا في بقيه المحافظات الوقت الحاضر على الاقل. نعم. لان هنالك مشروع وهنالك الانتخابات قادمه عام 2014، وربما هذا سيسبب بعض الانتكاسه او ربما بعض الخرق، او ربما لن تسيطر القوات الامريكيه على القطعات المتواجده، وربما ستكون هنالك خسائر لدى الجيش الامريكي، سواء كان خسائر عسكريه او ربما خسائر دبلوماسيه، لانه الاجهزه الامنيه العراقيه، المقاومون العراقيين الشرفاء، ابناء العراق البراره، لن يسكتوا على الاستهانه بحقوق العراقيين او التجاوزات الامريكيه. نعم. وامريكا لا تريد ان تتورط بهكذا حرب. لذلك اقول ربما اذا بقي بايدن على راس السلطه في امريكا، ربما ستكون هنالك بعض التجاوزات على العراقيين في عام 2024. اما اذا خسر بايدن وفاز ترامب، ربما سيكون هنالك تغيير بميزان القوى، وربما يشهد انسحاب قوات قتاليه امريكيه من الاراضي العراقيه، وربما حتى عدد المدربين والمستشارين سيتقلص. الأستاذ عدنان الكناني، أشكرك الشكر الجزيل على هذه المداخلة والحديث والتحليل اللي أطلقته عبر قناة الأيام الفضائية من خلال برنامج الوسم عن موضوع التدخل أو الانتشار العسكري الأمريكي في بغداد. مثل ما سمعتوا أنه هذا الموضوع هو موضوع انتشار، يعني حسب التحليل أنه يردون من خلاله، ممكن يرحون على الحدود، ممكن حماية الكيان الصهيوني، وتحدث عن يعني عدم قدرتهم حاليا ب يعني المواجهة مع الحكومة العراقية بسبب أمور كثيرة. هذا كان موضوعنا الأول في فقرة فيس تو فيس، اللي حاولنا من خلاله أنه نتحدث ونبين لكم أكثر وأكثر عن موضوع الانتشار الأمني في العراق. طبعا هذا مثل ما قلت لكم كان موضوعنا الأول في طبعا هذه الصور مثل ما تشوفوها اللي انتشرت بصورة كبيرة جدا والفيديوهات، موضوع اللي هو موضوع الانتشار العسكري الأمريكي في العراق. موضوعنا الثاني في هذه الفقرة يعني في يعني ما أعرف شو أسميها، بس هي موضوع غريب أول مرة يحدث، ما نعرف الـ يعني ما نعرف شنو الـ الاسباب، يعني الاسباب اللي 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 اللي, اللي حكاها انه هي اسباب يعني مو كافيه على انه يسوي هيك شيء. البارحه الساعه 11 ونص بالليل في ساحه عقبه بن نافع، مثل ما تعرفون في كل الدول، في كل الميادين، في كل التقاطعات، في كل الشوارع اكو شاشات للإعلانات الضوئية، شاشات عرض إعلانات ضوئية موجودة بكل العالم، وين ما تروح تلقاها. زين طبعا احنا دخلتنا متأخرة، قبل كانت الناس تستفيد منها بفلوس، واحنا هسه الله دخلتنا. على العموم في احدى الشاشات المنصوبة في ساحة عقبة بن نافع، تفاجأ المواطنين في الساعة 11 ونص بالليل انه اكو مقاطع فيديو إباحية منشورة في هذه الشاشة. يعني لاقت تعجب المارة، يا اللي فايت يقول عمي شنو هاي، هذا اللي طلع تليفونه ويصور، هذا اللي يقول عمي لحقونا، هذا اللي يقول شنو اللي جاي صار حاليا. الموضوع صار ترند في مواقع التواصل الاجتماعي ما بين ليلة وضحاها، من الساعة 11 ونص لحد الصبح هو الموضوع ترند. والله على مود العينتين، بعدين من ألقوا القبض عليه طلع العينتين يطلب ابو الشركه فلوس، ابو الشركه ما منطي فلوس، رايح مسوي هيك. زين المواطن شعلي، الذوق العام شعلي، هسه انت راح تنسجن، هسه لا راح تحصل فلوسك ولا راح تصير حر طليق، شوهت سمعتك، شوهت المكان اللي انت تشتغل به.
موضوع يعني اصبح ترند يعني ما اعرف. زين انا بنفس الحاله يعني اكو هواي طرق انت تقدر تحصل بيها فلوسك، انت صاحب حق تحصل فلوسك بطرق كثيره. بس الموضوع الثاني انا بدي اسال الشركه المعنيه، انتوا الشركه انتوا شنو انتوا؟ يعني عادي اي واحد يخترق النظام حتى لو هو المشغل نفسه، عادي يخترق النظام ويشغل اي شيء، يشغل اي شيء يريده، يعني عادي طبيعي. وين الحمايه عن هذا الموضوع؟ وين اجراءات الحمايه اللي 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 تخلي هذا يسوي ما يسوي بالشاشات بنص الشارع؟ انتوا شنو الشركات هاي مين جيتوا قبل انطوكم ترخيص وقمتوا تشتغلون؟ موضوع اساء للذوق العام. يعني تصور واحد واقف بالتقاطع ويا عائلته ويا عائلته ويا اطفاله، يندار على الشاشه يلقاها طالعه بها مناظر اباحيه. يعني شنو هاي شنو هاي المواضيع؟ اولا مو بس هذا المفروض يتعاقب، الشركه لازم تتعاقب ولازم تغلق لانه ما عندها حمايه على 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 شاشاتها اللي ناصبتهن. وايضا هو هذا الموضوع انا ما اريد افتح ملفه، بس هذا الموضوع بهواي شبهات فساد. موضوع هذه الشركات اللي تاخذ الاعلانات وهواي بي فساد، يعني ياخذوها برخص زين وهم يستفيدون هواي، والدوله كل شيء ما مستفاده ملالين. وايضا امور كثيره ما اريد اخوض بها، نعرفها بعدين. خلينا بموضوعنا الاساسي اللي هو العينتين رايح والله متعارك ويا ابو الشركه، رايح مطلع له فيديوهات اباحيه بالشارع العام للناس الماره للمواطنين. هذا هاي المره اللي فايته، الطفل اللي فايت، فضحنا بين العالم. يا ريت لو ترند صار بس بالعراق فقط، ترند حتى بالدول العربيه، ترند في تويتر، ترند في الفيسبوك. اكتب هسه طلع تليفونك اكتب عقبه بن نافع popular now، رائج الان، وين ما تبحث. خلينا نشوف الموضوع تفاصيله. وايضا ردود افعال، طبعا بيان نزل عبر الصفحه الرسميه لوزاره الداخليه، تقول وزارة الداخلية تعطي تفاصيل تهكير إحدى شاشات العرض في بغداد وبث مواد مخلة بالعادات. طبعا هو مو تهكير، التهكير لازم أكو انترنت ولازم أكو فيروس ولازم أكو، هو مو تهكير، هو مشغل زين. اي يعني هذا مو تهكير، هذا هو مشغل، هو نفس المشغل مال الشاشة يشغل بها ما يشاء، فهو مو تهكير. يقول بناء على توجيهات السيد وزير الداخلية في متابعة تهكير إحدى شاشات العرض الإعلانية في ساحة عقبة بن نافع بالعاصمة بغداد وبث مواد مخلة بالآداب، قد تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وبعد استحصال الموافقات القضائية ومن خلال العمل الميداني والتدقيق ومتابعة كاميرات المراقبة من إلقاء القبض على المتهم الذي قام بالتهكير. تبين وبحسب التحقيقات الأولية معه أنه أقدم على هذا الفعل اللا أخلاقي بسبب مشاكل مادية مع صاحب الشركة المالكة لشاشة العرض، حيث دونت أقواله وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وإحالته إلى المحكمة لتصديق أقواله قضائيا. هسا أنتوا رحتوا بس لهذا، ليش ما رحتوا للشركة؟ ليش ما رحتوا للشركة؟ خلينا نسمع الشركة شنو وسائل الحماية للشاشات مالتهم. باكر عقب هم يجيني واحد نفس هذا مشغل، هم يروح يشغل بها كيف أشيريد؟ لربما يعرض امور ارهابيه، امور طائفيه، امور اباحيه، بعد راح يصير موديل هذا عند العراقيين. يا اللي ضوج يا اللي تعارك ويا ابو الشيء يروح يعرض بها، ياخذ الفلاش هذا هيك هذا مال يو اس بي ويروح يشغل بها اي شيء. غير المفروض تروحون للشركه ايضا؟ انتم شنو يابه؟ اغرم الشركه واحاسبها والغي، ممكن الغي عقدها، كل شيء اقدر اسوي. اقل اغرمها. اكيد اكو بالعقود اكو بنود انه اذا تم عرض اشياء يعني غير اخلاقيه يتم تغريم الشرع. اكيد يعني هاي موج، لان هاي شاشه في 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 ساحه عامه. انا ما اظل بس والله اجي ورا هذا الـ 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 هذا التافه هيك اقول.
فضحتنا بين العربان، فضحتنا بين الدول، جاي مشغل لي ما ادري شنو. والله ما اعرف مع الاسف. يقول ابطال الداخليه بكل اصنافها الله يحفظكم يا غيورين الكربلائي. اما حسناء تقول شنو هذا ثقيل لابس تيشيرت مال اوثري؟ عم على كيفك هذا التيشيرت اللي لابسه ب10,000 دينار، مو عبالك اوثري فد ماركه غاليه، ب10,000 هذا التيشيرت، تقول شنو عدوه ثقيل؟ مهند يقول انتشرت صورته بدون تشويش، المنظام مين وجهه؟ والله يا اخوي بعد ما اعرف المنظام مين وجهه، يعني ما اعرف المنظام مين وجهه، بس بعد هاي اجراءات وبروتوكولات. على العموم هذا كان اخر تعليق في موضوعنا الثاني اللي هو موضوع الشاشات اللي موجوده في ساحه عقبه بن نافع. ضاج هذا راح شغل بيها شغلات غير اخلاقيه. موضوعنا الثالث والاخير في فقره فيس تو فيس، في الحلقه السابقه نوهنا على موضوع انه احنا المحتوى الهابط اللي لا يزال مستمر عند بعض الشخصيات الكرتونيه، بعض الشخصيات التافهه في السوشيال ميديا، وطلعنا اول شخصيه في الحلقه السابقه وطالبنا الجهات المعنيه انه يتم القاء القبض عليها لانه تنشر الفساد والرذيله في مواقع التواصل الاجتماعي وبيها خدش للحياه العام. لما جينا انا عبالي بس هذول الصغار اللي ما عندهم عقل يسوون هيك سوالف. بحثنا اكثر وشفنا الناس اللي عليها لغط وايضا جاي تثير الراي العام وجاي تسوي شغلات. كان واحد مقدم برامج شيء بزلمة كبير، لا تقول صغير، واحد يقول له عم انت جاي تسوي يا هاك تفضل، زلمة كبير وشيباته وهو والغريب الموضوع مقدم برامج، عنده قناتي يقدم بها برنامج، ما اعرف اسمه، قحطان سلمان، ما اعرف شو اسمه، قحطان عدنان، يقدم برنامج وبشاشه وفضائيه. ومن نجي نشوف الحلقات مالاته اللي تنتشر بالسوشيال ميديا، ما انزل الله بها من سلطان، ساعه يرقص، ساعه يهرج، ساعه يفشر، ساعه يسيء للذوق العام، ساعه يسب الرموز. تفضل، هذا الكائن. اليوم احنا من نعتب على الصغار، نعتب على هذول، هذا المتحول ما ادري ايش اسمه، راما ما ادري ايش اسمها، نعتب على ذني الحسن صجمه ما ادري ايش صحوله، هذول والله نقول صغار، انت الكبير ايش مالك؟ وزلمه وشيباتك ايش كبرهن ولحيتك ايش كبرها؟ طالع لي ترقص بالجو؟ لو طلع لي شغلات اسفاف يا اخوان. اليوم هذا هم منشمل بالمحتوى الهابط، لانه محتوى هابط. قحطان سلمان ما ادري ايش اسمه، هذا مقدم برامج المشكله. زين ادري انت مقدم برامج بقناه فضائيه، يعني يشوفك عدد كبير من المواطنين، انت شلون تسمح لنفسك انه تظهر بهذه الصوره، تتلفظ هذه الالفاظ السوقيه، حشا ما اقول بوجهكم، الفاظ ما يتلفظها بس اللي جاي يفطر بالشوارع بالملاهي بالهذا. لو يجيب لي ضيوف، يجيب لي، انا سويت سيرش علي اباوع، شو هذا؟ وحده من الضيوف اللي جايبها راقصه في احدى الملاهي، مستضيفه ومطلعها بالشاشه، وانت ايش قد تاخذين؟ ما شاء الله تيش تشتغلين، وش قد تاخذين عمي شنو هاي؟ وين وزارة الداخلية عن هذا الإنسان الكائن هذا؟ احنا نعتب على ذولا بالسوشيال ميديا انه بيطلع لي بالقنوات الفضائية يقمز ويسوي ويرقص وينزع سترته ويرقص ويهوس وهذا. كان تشبقيت للصغار، انت شبقيت غرفتهم. اليوم احنا من نطلع في قنوات فضائية، اليوم هذا هاي لازم انت تقدم رسالة، اليوم تطلع في رسالة
بها هدف، هدفها سامي، قدم رسالة معينة. البعض يطلع في برنامج يقدم رسالة سياسية، البعض يقدم رسالة رياضية، فنية، اجتماعية، أدبية، أخلاقية. اليوم أنت شنو رسالتك يا قحطان؟ رسالتك شنو اللي أنت جاي تقدمها للمواطنين؟ تستضيف لي راقصة بالملاهي؟ زين أنت مين طلعت لفجأة؟ من اللي ما أعرف يعني أنا هيئة الإعلام والاتصال يا أخوان، أكيد بتعدكم رقابة على البرامج والقنوات الفضائية. هذا الكائن أنتم مراقبين له لا؟ جاي تشوفون الجاي يسوي له لا؟ تفتح تليفونك بأمان الله، تقلب بالفيديوهات بالهذا، يطلع لك العينتين فيديوهات يرقص، يتلفظ الفاظ سوقية، ولا كأنه هو إعلامي في قناة فضائية، ما خلى أي احترام لهذه المهنة. وراح أطلع لكم بعض التعليقات اللي أساءوا للمهنة بسبب هذا الكائن. قحطان سلمان، ما عدنان، ما أدري سلمان، هذا تفضل، ما أعرف يعني، ما يعني والله ما أعرف، ما أعرف أنت شنو اللي جاي تسويه، شنو ما أدري. هالقنوات الفضائية يعني ما عليها رقابة، ما عليها حساب. هاك أطلع لكم عينة من التعليقات على هذا المقدم. الله حرام أقول عليك مقدم. سراج يقول والله قحطان أنت سيبندي مع احتراماتي إلك. جمانة تقول هسا أنت قاعد تاخذ غيبة العالم، شنو ما عنده غير شغل؟ هو فعلا ما عنده غير شغل. أحمد يقول له بالله قناة وبرنامج وتعبانين عليه، مهتمين بعسل حسام، يعني هسه المشاهد شي يسوي مثلا؟ ينتظر برنامج على مود تطلع هاي التفاهات؟ وبالمناسبة برنامج أوفر، المفروض العائلة العراقية ما تتابع هيك برامج فاضحة. هاي تعليقات المواطنين يعني مو ما جايبها من جيبي. أبو زينب يقول له إعلامي فاشل ما عنده كل محتوى. أيضا تعليقات أخرى، محمد يقول قمة السخافة والرذالة والسذاجة هذا المقدم، والله المفروض هذا يبيع بنزين على الطريق عام. والله والله يعني مع احتراماتي للي يبيعون ما يتقارن بيهم، هم أيضا ناس محترمين وكسبة، ما يتقارن بهم. هذا يتقارن بغير، يتقارن بالحشرات. مو إعلامي بس العتب على القناة والإعلام المبيع. هاك يلا شوف جبت لنا الحكي، النوم جبت لنا الحكي من وراك. هاك تفضل العتب على الإعلام جبت لنا الحكي. لحيتك وانت مشيب زلمة كبير، ايش قدك ايش كبرك؟ والله بس هو استادك منه، والله ما ادري. رنين تقول طبعا قمة السخافة، اريد لواحد يمدحه. طبيت على التعليقات مال البرنامج، اريد لواحد يمدحه، اريد لواحد يقول له عاشت ايدك ماكو، كلها رزايل يعني. طبعا قمة السخافة هذا البرنامج ما تستحي، ايش عليك بالعالم؟ انت عليك بنفسك واهلك. هاي عينة من التعليقات. حارث يقول افشل مقدم برامج بتاريخ البشرية، شخصية استفزازية وغير مؤدبة وما يمتلك ذرة من الاخلاق والمهنية. هذه التعليقات حتى خافوا تقولون عم احنا عندنا تقصد ويا شخص معين. شو احنا بديناهم بالسرة، اي شخص عنده محتوى هابط بالسرة جاينهم. هذه التعليقات عينة من التعليقات التي تكتب في صفحات هذا الشخص. انا اليوم ادعو وزارة الداخلية وحملة المحتوى الهابط، طبعا هذا كان اخر تعليق، وحملة المحتوى الهابط اللي مستمرة، انه تلقي القبض على هذا النموذج، هذا الكائن. وايضا ادعو هيئة الاعلام والاتصال انه هذا الشخص عدنان سلمان قحطان عدنان اللي يشتغل مدرب يا قناة، حتى ما اعرف اسم قناته شنية، قناة فضائية من بين قناة فضائية، وما اعرف ايضا بثها منين تبث، انه يتم القاء القبض على هذا الشخص اللي جاي يسيء للرأي العام، جاي يسيء
المواطنين جايسي يعني طلع شغلات ما ادري مين ما مين. احنا نعتبر على الصغار، تطلع لي انت يا عدنان، تطلع لي انت، والله مع الاسف. على العموم وصلنا الى ختام فقره فيس تو فيس، فاصل قصير وفقره ترند يوتيوب، خليكم ويانا لا حد يروح بعيد. اهلا وسهلا بكم مجددا المشاهدين الكرام في فقره ترند يوتيوب، حيث الفيديوهات اللي تنتشر بصوره كبيره جدا، انتشر فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي ايضا بصوره كبيره جدا، طفل يلعب بالبيت وبلع الخاتم الحلقه مال الزواج مال والدته، بلعها، راد يفارق الحياه، ولكن بشطاره الاطباء العراقيين انه عادوا للحياه من جديد، طبعا بمشيئه الله سبحانه وتعالى. خلينا نشوف الفيديو. طبعا بارك الله بهم اللي يمتلكون من الانسانيه الشيء الكثير، نقذة والطفل، وايضا يعني نريد احنا ايضا نوجه رساله الى الاهل، الامهات، الاباء، انه يديرون بالهم على اطفالهم، انه ما يخلون اشياء ممكن الطفل تكون بمتناول ايده، كثير من الامور الطفل في اعمار صغيره اي شيء يشوفه يلقاه يخليه بحلقه، وطفل ايش ما ادري عباله اكل، هاي الحلقه عباله ثريد يعني عادي طبيعي، عباله ملهيه يجيبها يخليها بحلقه طبيعي. فاحنا نحاول يعني انه نوعي، انه حاولوا تبتعدون او تبعدون اطفالكم عن هكذا امور وشغلات، حتى ما يعني تصوروا لو ما ملحقين عليه لا سامح الله، لو ما ذولا عندهم خبره كافيه الاطباء بارك الله بهم كان هسه. خلينا نشوف التعليقات حول هذا الفيديو. طبعا بسام يقول بارك الله بيكم، ياسر يقول ابطال كوادر الطوارئ وجزاهم الله خيرا، ابو عبد الله يقول بارك الله بالجهود الذي انقذ الروح البريئه، صالح يقول ابو الاسود ذيب والبقيه بارك الله بيكم، محمد يقول شوف الكادر شلون مهتم بيها، لو عندنا ما حد بحاله جاي، هاي وين غير عندنا يا اخوي، لو هو بس تعليقه، لو هو اي تعليق خلاص هذا جاي غير عندنا، هذا موجود بالعراق هذا الفيديو. طبعا هذا اخر تعليق بخصوص هذا الفيديو اللي انتشر بصوره كبيره جدا في مواقع التواصل الاجتماعي. الفيديو اللي بعده من البصره من الفاو، خلينا نشوف هذا الفيديو نرجع نسولف. طبعا هذا مشروع النفق المغمور في ميناء الفاو الكبير في البصرة، مشروع اقتصادي يعني مفيد جدا، العمل به بدأ من قبل سنوات ومستمر، وإن شاء الله راح يكمل به خلال السنة السنتين اللي القادمة. مشروع مهم جدا، نشجع على هذه المشاريع والعمل على هذه المشاريع اللي ترجع بالفائدة للعراق اقتصاديا ومن جميع النواحي. اليوم احنا من نريد نقول انه احنا عندنا ميناء كبير جدا، عندنا امور كثيرة، ارصفة غيرها، ايضا هذا مشروع النفق المغمور اعتقد هو تحت الارض وتحت المياه وغيرها من الامور، يعني مشروع كبير جدا هذا، العمل جاري حاليا على قدم وساق في هذا المشروع اللي موجود في ميناء الفاو الكبير في البصره. طبعا هو عباره عن كتل كونكريتيه تدخل ب وتشكل نفق تحت الارض تحت المياه اعتقد، ف اللي نعرفه انه هذا راح يسهل ايضا عملية نقل البضائع والطرق وكثير من الأمور، يعني لأنه حاليا النقل جاي يكون من أماكن معينة، هذا راح يختصر لك الكثير من المسافات والطرق وأيضا سهولة النقل. شوقي يقول يا الله نتأمل خيرا إن شاء الله، هذا المشروع راح يحيي العراق وخصوصا البصرة، يجب دعمه وليس إسقاطه. اما ابو عبد يقول احتارينا نصدق منه، وشي يقول فاشل وماكو اي تقدم بي، وشي يقول العمل جاري على قدم وساق وحسب الجداول الزمنيه له، وضاع نصدق منه ما ندري.
والله يا اخوي تصدق الفيديو اللي قدامك هذا الفيديو انتاج حديث، هذا الفيديو حاليا موجود في مواقع التواصل الاجتماعي وتقدر تشاهده. حلم نرجع بعد، قال ليش حلم ترجع بعد؟ يجوز ترجعون، يجوز تلاقون صدفه، ليش حلم ترجع بعد؟ يقول بحسب المعلومات ان النفق المغمور لن يكتمل حتى بنهايه هذه السنه، مع العلم انه متاخر عن توقيتات العمل سنه. ابو حيدر يقول، اخر تعليق من ابو حيدر يقول، لماذا لا يتم التعاقد مع شركه رصينه لبناء ارصفه اخرى لنكسب الوقت والمال وتوفير فرص عمل اكثر، والعالم كله والعراقيين منهم يعلمون ان شركه دايو غير موثوق بها، حيث انها فشلت في كل اعمالها السابقه وهي مفلسه. والله يا حبيبي ان شاء الله تعليقك يوصل. مشاهدينا الكرام، وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج الوسم، حتى التقيكم في الحلقه القادمه نقول لكم في مال الله.